هلولو على كل اصحابي الحلوين الرسامين الشاطرين الجامدين جدا. اصحاب هاندي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من المره اللي فاتت. النهارده دي ثالث حلقه في حلقات ازاي الون اللي بداناها من حلقتين فاتوا. اتعلمنا ازاي نلون بالوان الميه، اتعلمنا ازاي نلون بالوان الماستر، النهارده هنتعلم ازاي نلون بالالوان الخشب اللي موجوده عندنا كلنا في البيت. يلا بسرعه كل واحد يجيب الوان عشان النهارده نتعلم ازاي نلون بالواننا الخشب. النهارده هنرسم مع بعض رسمه خفيفه جدا، علشان النهارده اهم حاجه في حلقتنا ان احنا نتعلم التلوين مش الرسم. فهنرسم مع بعض ورده كبيره كده اهو، نعمل دايره، وهنرسم ورده كبيره علشان نتعلم التلوين فيها ازاي باللون. فهنرسم الورده الكبيره دي وهنتعلم التلوين فيها. كل بقى حته من الورق ده والحته اللي في النص هنلونها بلون مختلف، علشان طبعا مفيش ورده شكلها كده، كل الورده بيكون لونها كل واحد، لكن احنا النهارده عشان نتعلم التلوين بالوان مختلفه فهنعمل كل واحده من دول بلون مختلف عشان نعرف ازاي نلون بالوان الخشب. اول حاجه اصحابي عايزين نتعلمها النهارده في الوان الخشب، لو احنا جايين نلون باللون الخشب ازاي نلون بيه. اول حاجه في كتير من اصحابي لما يجوا يلونوا باللون الخشب يمسكوا السن كده من الطرف بتاعه من قدام خالص، ويخلوا السن كده محطوط على الورقه والقلم واقف لفوق كده، ويقعدوا ايه يلونوا كده. بصوا ازاي اهو عمالين ايه يعملوا كده، بصوا اللون بيطلع عامل ازاي، شايفين الشخبطه، تطلع الالوان متفرقه عن بعضيها وايه ومتشخبطه. لكن انا لما باجي الون بالوان الخشب لازم انيم القلم كده على الايه على الورقه. شايفين القلم يبقى نايم ازاي كده؟ نايم اهو، وكده يبقى واقف كده، نايم كده واقف. انا اخليه ايه نايم كده علشان الون بيه، تمام؟ انيمه كده على الورقه، ابدا ايه اعمل كده الخطوط بتاعتي. بصوا اهو كده شايفين، واعمل بالراحه، ما اكونش مستعجل في الالوان بتاعتي علشان الون ايه تلوين منظم. اهم حاجه في التلوين انه يكون منظم، يكون ما بطلعش من بره خالص وبمشي ايه من جوه، تمام؟ طيب كده انتوا شايفين ان انا لونت تلوين، بس التلوين ايه خفيف. طب انا عايز اخلي حته غامقه وحته فاتحه، عايز مثلا اخلي من جوه عند الورده هنا تكون ايه التلوين بتاعتي، اعمل ايه؟ خلي القلم زي ما هو نايم كده، بس هدوس عليه زياده، تقل عليه وانا شغال. شايفين انا لما بدوس عليه كده بعمل ازاي؟ اهو بتقل كده، فايه فالقلم بينزل لون اكتر، يخليني ايه يخليني اتقل اللون بتاعي. شايفين الاول لونت برده بس اللون كان خفيف، شايفين اهو. كمل من هنا اهو كده، انا وصلت لحد النص بتاع الورقه، شايفين اهو الفرق بين الاثنين، ده اللون اللي انا لونته في الاول وده اللون اللي انا لونته في الثاني. شايفين اللون هنا فاتح ازاي وهنا غامق ازاي، علشان انا عملت ايه هنا؟ تقلت على القلم بتاعي. تاني حاجه هقولها لكم في التلوين، ان انا بصوا بدل الاول ما عملت الخطوط كانت الخطوط شكلها عامل كده، بصوا هنا لما لونت كده وبعدين لونت العكس، يعني بصوا لونت ازاي، يعني مثلا لو عملت دايره ثانيه كده اهو هنا، لو انا لونت الاول خطوط كده بالطول، شايفين الخطوط ايه طالعه ونازله، وبعدين لونت خطوط بالعرض كده اهو، يعني عملتهم العكس، مره طول ومره عرض. هنا برضه انا عملت كده، عملت مره طول ومره عرض، عشان كده في الاخر هتلاقوا التلوين بتاعي ايه اكنه لون واحد، ما اكنه ما فيهوش خطوط خالص، عشان في اصدقائي بيلونوا وبعدين بلاقي الرسمه بتاعتهم فيها ايه فيها خطوط كتير. المفروض التلوين يبقى انا ما عنديش خطوط، يبقى انا لونت يبقى ايه يبقى التلوين بتاعي اكنه معمول كله حته واحده ما فيهوش خطوط خالص. شايفين عند هاندي هنا كده في اي خطوط اهو، ليه بقى ما فيش؟ لان انا عملت الاول طول وبعدين عرض، لونتها مره وبعدين لونتها مره تاني، دوست عليها مره تانية. ولو عايزه اتقل تاني مره تاني اهو، عايزه اتقل من هنا ممكن اتقل تاني اهو. شايفين لما بدوس على القلم بينزل لون اكتر، وايه وبيتقل ازاي اهو، شايفين شايفين يا صحابي لما عملت حته تقيله طلعت ازاي اهو كده، ده تقيل ولا مش تقيل؟ تقيل، لكن ايه لكن ما فيهوش خطوط، ما فيهوش خطوط. يبقى انا كده لونت الحته دي اهو كده، بقت ايه تقيله من هنا وخفيفه من هنا، شايفين هنا تقيل وهنا خفيف. شايفين يا صحابي عايزكم تعملوا نفس الطريقه دي بعد كده في التلوين بالالوان الخشب. يلا ناخد لون تاني عشان ما يبقاش ادنى اللون ده يكون سهل، يلا ناخد لون تاني يكون برضو ايه شوف التلوين بتاعه هيبقى عامل ازاي. بصوا اهو هنبدا التلوين بالايه اللون خفيف كده، انا مش دايس على القلم فايه بلون خفيف اهو من هنا كده اهو، بلون تلوين خفيف زي ما انتم شايفين كده. شايفين انا كده يعتبر اكني لونت بالايه طول، بعد كده هلون بالعرض. بقى كده شويه عشان اعرف الون اهو كده، ابدا الون بالعرض. شايفين لما ببدا الون بالعرض بتغمق ازاي اهو، شايفين ده اغمق من ده، شايفين اهو العرض اهو عند الاخر من هنا. شايفين بقى بصوا ما عنديش اي خطوط خالص اهو، ادي اللي بالعرض اهو
طب لو عايز اغمق يا هندي، عايز اغمق من هنا، يلا اقوم اعمل ايه؟ بص على القلم سنه اهو، بص على القلم سنه، شايفين لما دست على القلم سنه ايه غمقت اهو، شايفين بقى الفرق بين الحته اللي من جوه والحته اللي من بره، شايفين هنا غامق ازاي وهنا فتح، عشان هنا ايه دست على القلم شويه كده عملت طول وعرض، وهنا ما دستش على القلم سبته فتح شويه، لكن في الاخر ما عنديش ايه، ما عنديش خطوط خالص زي دي او زي دي. ممكن حد يمسك لي القلم كده ويقوم عامل ايه ملون كده ويقوم سايبها لي. بصوا شكلها عامل ازاي، شايفين شكل الفرق بين دي وبين القلم اللي نايم على الورقه كده، القلم واقف كده، القلم نايم، فبنايم القلم كده على الورقه وايه ولون كده بيه. دي طريقه التلوين بالالوان الخشب، شايفين اهو لما بنايم القلم كده ولون بتطلع الرسمه بتاعتي بتلونها تلوين جميل ومتسيحه. ادي اهو الغامق وادي الفاتح، هنا خفف القلم وهنا متقل القلم، لكن في الاخر ما عنديش خطوط زي الخطوط اللي ايه ممكن نغلط فيها ونعملها بالطريقه دي، شايفين. يلا نلون مره كمان اهو، كمان مره هنا اهو. انا كده لونت ايه بالعرض، لف الورقه كده لونها العكس طول، يبقى انا كده ايه لونت طول وعرض. حد شايف عند هاندي اي خطوط؟ مفيش. لو عايزه اتقل في الجناب اهو، ادوس على القلم زياده الاقي اللون تقل معايا. شايفين اللون تقل معايا ازاي في الجنب وفي النص خفيف شويه اهو، في الجناب اللون تقيل كده خد تقيل، في النص خفيف شويه. يلا لون تاني، خلاص كلكم اخدتوا بقى على الطريقه، عايز كله يكون بيلون معايا بنفس الطريقه دي. يلا اهو نعمل لون كده خفيف، نلون كله بعدين ايه نعكس ونلون طول وعرض عشان ما يطلعليش ايه خطوط. وايه كمان يا هندي، انيم القلم على الورقه علشان ما يعملش معايا اي خطوط. عايزه اتقل بدوس على القلم شويه، لكن وهو القلم نايم على الورقه اهو، شايفين حته جديده طلعت ايه غامقه اهي، ليه؟ عشان دايس على القلم زياده اهو، من هنا غامقه من هنا فاتحه، شايفين يا صحابي؟ كمان لون اهو من هنا ادي التلوين كده، وبعدين اعكس الورقة ولون كده عشان ما يبقاش عندي اي خطوط. القلم نايم على الورقة ولون طول وعرض، يبقى كده ايه لونت مظبوط. طيب عايز اغمق، بقوم جاي في الحتة اللي انا عايز اغمق فيها وادوس على القلم زيادة، يوم القلم ايه طلع لون زيادة يتقل اللون اهو كده، بقت من هنا من جوه غامق ومن بره فاتح زي ما احنا عايزين. حد شايف اي خطوط عند هندي؟ طبعا لا. يلا نلون اخر واحده اهو بلون فاتح كمان، ونلون من هنا ادي العرض وادي الطول عشان ما يبقاش فيها اي خطوط زي ما انتوا شايفين. ولو عايزين نغمق ندوس على القلم شويه من جوه كده، بقى من جوه غامق زي كل الدرجات اللي عملناها، ومن الطرف ايه ومن الطرف فاتح كده. ادي الرسمه وادي كل التلوين اللي احنا لونناه النهارده، من جوه غامق ومن الطرف فاتح. ليه؟ علشان زي ما قلنا ما بندوش ما بنحطش القلم على سنه، بننيم القلم على الورقه ونلون كده بالراحه، ونعمل طول وبعدين عرض. لو عايزين نغمق حته بنخلي القلم نايم ونتقل على القلم سنه، بس برده بالراحه شويه من غير ما نقسى في السن بتاعه، ونايه وندوس عليه سنه ونلون، هنلاقينا ابتدينا نغمق، بنعمل هنا غامق وهنا فاتح. عايز بقى كل اصحابي يكونوا لونوا معايا بنفس الطريقه دي النهارده كده. دي الحلقه الثالثه في حلقات التلوين. احنا اتعلمنا قبل كده الرسم بالوان الميه، وتعلمنا بالوان الفلوماستر، والنهارده اتعلمنا بالوان الخشب كده. اتعلمنا ثلاث الوان مناسبين لكل الاطفال الحلوين اصحابي. يلا كل بقى اللي لون رسم معايا يبعت لي الرسومات والنتائج بتاعته اللي طلعها بالالوان، عشان اقول له برافو عليك جدا 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 على التلوين اللي انت بتعرف تلونه. لو الفيديو عجبك اعمل لي لايك وسبسكرايب على الزرار الاحمر، ودوس على الجرس عشان هندي نازل فيديو جديد يجي لك وتلون تتفرج معايا. شكرا لكل اصحابي، باي باي.